السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أحبابي في الله، محبي قناة استفد معنا. هذا الفيديو هو شرح بسيط، وأعتقد أن جميع الأصدقاء يعرفون كيفية نقل ألعاب من الكلي إلى البلاي أو من ديسك دير خارجي إلى البلاي، لكن تلبية لطلب أحد الأصدقاء على قناتي سأقوم بوضع هذا الفيديو إخواني في الله. كما تشاهدون الميلتي مان لدي به هذا التيم الجميل كما تشاهدون، ولتحميله يجب الدخول إلى داونلود التيم على الميلتي مان واختيار التيم الذي تريدونه. هناك العديد من التيمات الجميلة كما تشاهدون، أنا أختار هذا التيم كما تشاهدون، فقط اضغط عليه وسوف يبدأ التحميل أوتوماتيكيا. وجب تفعيل الانترنت إخواني في الله لكي تستطيع تحميل التيم، ولتفعيله نأتي هنا وندخل على التيم. ستجد جميع التيمات التي قمت بتحميلها هنا في هذا المكان أخي في الله، فقط اضغط عليها وسوف يثبت أوتوماتيكيا. والآن نقوم بنقل اللعبة من ديسك دير خارجي إلى البلاي. أنا لدي العديد من الألعاب كما تشاهدون إخواني في الله، وعلى هذا التيم صراحة جميل جدا كما تشاهدون. سأختار هذه اللعبة إخواني في الله كما تشاهدون، أضغط مثلث ستظهر لي هذه القائمة، سأضغط كوبي ثم أضغط الديسك دير الخاص بالبلاي كما تشاهدون. ونعم يقول لك هل تريد نقلها من كذا إلى كذا؟ نعم أخي في الله، قم بالضغط وسوف يبدأ تمرير اللعبة كما تشاهد أخي. الطريقة سهلة جدا، ولكن تلبية لطلبك قمت بوضع هذا الفيديو خصيصا لك أخي في الله كما تشاهد. الآن ننتظر ريثما يتم نقل اللعبة ونقوم بمتابعة الشرح.
إذن إخواني في الله، كما تشاهدون اقترب اكتمال نقل اللعبة. نضغط على مربع للخروج من هذه الصفحة. إخواني في الله، كما تشاهدون لقد تم نقل اللعبة من ديسك دير خارجي إلى بلاي بنجاح أخي في الله. إذن إلى اللقاء في فيديو آخر، ودمتم في رعاية الرحمن.